القولون التقرحي المزمن. القولون التقرحي المزمن هو حالة من الأمراض المناعية التي تحصل في القولون وتعمل على عملية هدم لطبقة الجدار للقولون والأغشية المخاطية اللي محيطة في جدار القولون الداخلي. وفي هاي الحالة بيصير في عنا نفاذية في جدران القولون، وهذا بيسبب طبعا مشاكل كثيرة، منها المشاكل المناعية، الأمراض المناعية كلها مسببة بسبب هذا المشكل والمرض الخطير. المفهوم ان نفرق بين التهابات بسيطة في الأمعاء، شوية غازات، بواسير، انتفاخات في الأوردة، تقرحات بسيطة في منطقة القولون أو في منطقة فتحة الشرج أو في منطقة المستقيم، بتكون لحظية نتيجة أكل معينة، نتيجة التهابات معينة، نتيجة مرض معين، وهذا بيقعد ليومين ثلاثة أسبوع وبيروح. هذا مرض لحاله، مش هذا هو المقصود في القولون التقرح المزمن. وكمان مش مقصود في القولون العصبي اللي بكون ببلش حالة عصبية أكثر منها حالة في تغيير بيولوجي في وظيفة أو وضع القولون من الداخل أو أي بكتيريا. فشغلي مرض مناعي ممكن يبلش من داخل الأمعاء، يعني من الطبقة الخارجية. واحنا بنعرف طبعا انه القولون هو الامعاء من الداخل، او القولون او الامعاء الغليظة بتكون محصنة في طبقات، اربع خمس طبقات. هذه الطبقات نهايتها بتكون على شكل شعيرات، وهذه مغطي، وهذا عملية الحماية وعملية سهولة امتصاص المواد الغذائية. ولأن إحنا بنحكي عن جهاز هضمي وقولون بالذات اللي هو أكبر منطقة تجمع للجهاز العصبي والجهاز المناعي عن طريق كثرة الأوعية اللمفاوية والعقد اللمفاوية والجهاز اللمفاوي في منطقة القولون اللي هو منطقة تجمع لكل الدورة الدموية والجهاز المناعي. في هاي الحالة الخلايا المناعية بصير في عندنا مشكلة مناعية، معناته الخلايا المناعية بصير تهاجم الخلايا، خلايا الدم الثانية أو الخلايا الصديقة، خلايا اللي بتبني القولون هذا. بس كمان يعني غير انه القولون مبني بالطريقة هذه الحساسة اللي بتحصنه من اي بكتيريا او جرثومات او بروتينات انها تدخل للداخل، واذا دخلت في هاي الحالة بيصير في عنا هذا الرياكشن المناعي من الجهاز المناعي، وهذا اللي بيؤدي لأكل هذه الأغشية. هلأ النقطة الثانية، الدور الفعال اللي موجود في داخل القولون من الساكنين لهذه المنطقة الحساسة. مين اللي ساكن القولون؟ 90% أكثر. إحنا الخلايا اللي بتشكل جسمنا هي بمقدار 10%، و90% هي البكتيريا الجيدة والبكتيريا السيئة اللي موجودة وبتشكل جسمنا كله ومتركزة، والمنبع تاعها موجود في القولون. في القولون هذه البكتيريا بالأعداد الرهيب اللي موجودة فيها هي اللي بتشكل وبتقرر صحة القولون من عدم صحته، لأنها 90% من الساكنين، يعني البراز اللي احنا بنخرجه هذا 60% منه بكتيريا، بكتيريا نافعة وبكتيريا غير نافعة، بكتيريا حية وبكتيريا ميتة. 60% من الحجم، هذه الكمية من البكتيريا بتعمل في اليوم من لتر ونص للترين غاز، غازات الميثان وغازات الهيدروجين كادي من وضع التخمر هذا اللي موجود في داخل البكتيريا. على كل فهذا هو الموضوع بدنا نعالجه.
كيف بدنا نعالجه؟ بدنا نعيد العملية البناء للجهاز الهضمي من أول وجديد، ونحاول نعدل ونأهل الجهاز الهضمي كامل، لأنه الموضوع ببلش من الفم. فمنا نغير شوي من عاداتنا الغذائية، ومنه بنتعالج غذائيا. نبلش في الغذاء. في الغذاء إذا بدي أركز على السلطات، بس السلطات هذه حسب وضعي أنا. إذا كان وضعي فيه تقرحات كتيرة، أنا بتجنب الخضروات كسلطات. أنا في هاي الحالة بأخذها مسلوقة وبطحنها، لأنه بدي بدي فايبرز اللي هي الألياف، لأنه الألياف هي المغذي الرئيسي للبكتيريا الجيدة، اللي هي الحارس اللي ممكن تركنوا عليه لإنهائكم من المشاكل اللي موجودة في الكولون، والعملية طبعا امتصاص وتصنيع الفيتامين بي 12، الدوبامين، السيروتونين، كله على عاتق هذه البكتيريا، فحافظوا عليها عن طريق الألياف. الشغلة الثانية اللي غير الخضروات الشوربات، وأهم شيء شوربة العظام، شوربة العظام الدهنية، عظام البقر لما نجيبها ونقطعها ونحطها على النار 8 ساعات، ونضيف عليها المكونات التالية. ضيفوا عليها الكركم، ملعقتين ثلاثة على الشوربة، مضاد للأكسدة، بخفف حدة الالتهابات، ألياف كمان، حديد، مواد جيدة. ضيفوا الثوم طبعا في الشوربات، الثوم لما يتم عملية الغلي للثوم والبصل ما بفقدوا كتير من المواد الفعالة اللي موجودة فيه، فلازم نضيف ثوم ونضيف بصل مع هالشوربات هذه، شوربة العظام، عشان ناخذ كل شيء مرة واحدة. بعدين بالنسبة للحبوب الكاملة، الحبوب الكاملة كمان هي ألياف، وألياف جيدة جدا وطاقة لهذه البكتيريا الجيدة. فقط الحبوب الكاملة فيها مشكلة انه فيها مواد حافظة في كشور هذه الحبوب، اللي هي أفضل شيء نفعا، بس هذه المواد في بعض الناس بيكون في عندهم حساسية، حساسية اللاكتوز اللي هو الحليب، حساسية المواد الثانية هذه اللي موجودة. عشان نتخلص منها في هذه الحالة لازم ننقع البذور والحبوب اللي بدنا نأخذها لمدة يوم. إذا نقعناها ففي هذه الحالة بنشيلها من المية بعد يوم، وبنستخدمها إذا بنطحنها كمان بيكون أفضل، اللي تكون ناعمة وليست خشنة، أو بتضيفوها ملعقتين ثلاثة أربعة لهالشوربات اللي ما تعملوا خلطات ومش عارف إيش، خلوها شغلة واحدة. ففي هاي الحالة أفضل الحبوب اللي بدي أخذها عنا السمسم، عنا الحب السوداء، عنا حبوب بذور الكتوني، بذور كتوني، بذور البرغوث، هذه سودة بتكون صغيرة وفيها زي العين، بذور كتوني أو البرغوث بسموها حسب الدولة، هذه كويسة كمان تأخذوها وتحطوها. البذور الكتان، بذور الكتان من الزيوت أو البذور، هلا بنحكي على البذور الفعالة وبتغذي. وغير هذه في عندكم السمسم، في حبوب الشيا، في حبوب الكزبرة، في حبوب البكدونس، في حبوب الرجلة، يعني البذور كل هذه كويسة. هذه بتتاخد زي ما حكينا وبتنتقع كمية منها، وبعد ما ينتقع المخلوطات تتنشف وبتنطحن، أو إذا كانت طرية في الحالة بتنحط على الشوربة، وهذه الشوربة بتتاخد صباحا مع المكونات هذه، ولما تخلص الشوربة بدكم تحطوا عليها الليمون، مضادات للأكسدة، وتحطوا بعض الأعشاب دائما اللي بتخفف الغازات، يعني بتحطوا الريحان، ممكن تحطوا القرنفل، ممكن تحطوا الكمون، ممكن تحطوا كمية من الكمون، الكمون فعال كتير في سحب الغازات. أصلا هي هاي البذور اللي حطناها والألياف
كفيلة إنها تسحب الغازات لأنها بتعمل عملية امتلاء 20-30 ضعف حجمها، هاي الألياف اللي طحناها وحطناها. المهم هذه الشوربة مع المأكول هذا يكون فترة صباحية، وقبل ما ننام لازم نأخذها. هلأ الشغلات الثانية لازم نأخذها، بس هذه علاجية أكثر، اللي هي في عنا لبان الذكر اللي هو الصمغ العربي الكندر، هاي النوعية الصفراء، جيبوه كامل مش مطحون، وانتو بتطحنوه بيكون شكله هيك أصفر على حمار شوية. لبان الذكر اللي هو من صمغ من الصموغ العربية من شجرة الكندر، هذا كويس لعملية أول شيء كورتيزون طبيعي، يعني بخفف التهيجات هذه، لأنه احنا بنحكي مرض مناعي، مرض مناعي يعني خلينا ناخد كورتيزون. فعنا لبان الذكر خدوه بعين الاعتبار، بتجيبوا كمية، هلا بحكي لكم كيف تستخدموه. بتجيبوا الحبوب الهيل نفس المبدأ، الهيل والقرنفل هدول الحبتين بتجيبوهن، وكمان طحنة. بتجيبوا الروزماري اللي هي عشبة الروزماري أو إكليل الجبل، عشبة إكليل الجبل، والعشبة الثانية اللي شبيهة اللي هي الخزامة أو اللافندر، هدول عشب، أو إذا بدكم أعشاب مهدهة أكثر في عندكم عشبة القديسين، عشبة القديسين. طبعا هذه الأعشاب كلها بتحتوي على الزنك، يعني بتسرع من عملية الالتئام. إحنا بدي أبني، أخذت عظام بقر، أخذت الشوربة هاي، مواد مضادة للأكسدة، بروتينات، كولاجين طبيعي، مواد لاصقة، أخذت مواد فيها كورتيزون وبتحفز من عمل الكولاجين زي اللبان الذكر، زي الهيل اللي طحناه، زي هلا اللي بدنا نطحنه. هاي المواد حتسرع من عمل الأنزيمات وحتبني، بدنا نبني المواد أخذناها، هلا بدنا نأخذ هذه المواد الثانية. منها كم من المواد الثانية اللي خدوها بعين الاعتبار، عرق السوس هذا النب أو الجذور المطحونة اللي بنستخدمها في رمضان دائما كمشروب، عرق السوس هذه كمان بنجيب منها كمية كويسة كتير، كورتيزون طبيعي، بتعمل عملية التئام للجروح الداخلية هذه، وإحنا بدنا سرعة التئام وعدم تكون للنتوءات بعد عملية الالتئام. الشغلة الثانية كمان الصبار، جل الصبار الطبيعي اللي موجود عندنا في البلاد وين ما يكون، أو جل صبار الألوفيرا بنجاب كمان كجل، هذا لا إله لا طعم ولا رائحة بس كله فوائد. بدنا نعمل عملية تسريع من البناء الداخلي، وما بدنا إمساك في المرحلة هذه ولا احتقانات. هاي المواد كلها طبعا يا بتطحن وبتنحط فيها الشوربات، بتنحط في شوربات الخضار، بتنحط مع اللبن مثلا في الفترة الصباحية، مثلا مخلوط من اللبان الذكر مع عرق السوس، ممكن عرق السوس بحطه أفضل مع الشوربة، لبان الذكر بحطه مثلا مع اللبن اللي هي الألبان الماعز، الألبان العضوية الكويسة، هذه ممكن تستخدموها، وهذه كغذاء لها البكتيريا الجيدة وتفعلها. نقطة مهمة قبل ما نطلع من الغذاء، بالنسبة للغذاء لازم تنوعوا من المواد اللي بتاخدوها والألوان والأشكال، مثلا خضرة، حبوب، فواكه، النوع التنوع هذا هو قوي للبكتيريا، تنوع البكتيريا هذه اللي عدة أنواع هيك انتو بتضربوا كتير من نوعيات وبتقووه كله كنظام حيوي كامل، تقدروا تستعينوا فيه لراحتكم ولالتئامكم. هذا هو البيو اللي بيستاهل إننا نعتني فيه ونطعمه، لأنه إذا ما أطعمناه وجاعت البكتيريا هذه اللي هي بالمليارات، يعني كديش عدد خلايا الجسم 300 مليار خلية، اضربوا بعشر أضعاف، إذا جاعت بتصير تنهش بالمعنى الحرفي في الأغشية المخاطية
اللي موجودة في الكولون. فعشان هيك ما تجوعوها، طعموها، اشبعوها، هتنفعكم، تعطيكم كل الفوائد هذه من فيتامينات ومن هضم أفضل وامتصاص أفضل ومنع المشاكل والألام والأمراض المناعية. طيب بالنسبة للمأكولات طبعا نركز على المشروبات الخفيفة، النعناع، الزعتر كويس كتير، ناخد لنا كاسة في اليوم نعناع مع ليمون، بعدين المساء ناخد لنا روزميري، ناخد لنا عشبة المليسة، ناخد منها الأعشاب والمشروبات العشبية. هلأ الأهم من الموضوع إنه لما بدنا ناكل شغلات بسيطة، شوربات، وإذا في ونبعد عن إشي اسمه سكر، عن إشي اسمه نشويات معقدة كتيرة زي الخبز الأبيض. هذا هو غذاء البكتيريا السيئة اللي بدنا نحاول نقضي عليها شوي أو نخفف منها. في هالحال لازم تكون قاعدة على الأكل، ناخد وقتنا، نهضم كويس، نشرب مية مع الأكل وقبل الأكل وبعد الأكل، ناخد خل التفاح نحطه على السلطات، نحطه على الشرب أو الشربات، لأنه إذا صار في عنا تقرحات في المعدة هاي بنسميها التهابات في الأغشية تاعت المعدة، وهذه بتبلش الالتهابات. هلأ إذا أخذنا وهضمنا كويس وحطينا هالخل، في هاي الحالة احنا بنساعد هضم على هضم هذه الشغلات الخفيفة اللي اكلناها، وحتاخذ منها يعني اذا كانت خضروات وشربات بسيطة بجوز تقعد لها 20 لنص ساعة، اذا كانت لحوم او رز او سكريات او خبز بجوز تقعد لها 3 ساعات في عملية الهضم، وهذا مرهق للمعدة. ضمننا عملية هضم كويس، في هاي الحالة بتفتح البوابات، بوابة المعدة اللي بتنقل هالأكل هذا. عفوا شايفين؟ أنا مش شايف بس إنها مع الشمس الشاشة عتمت. على كل بوابة المعدة السفلية بتفتح كل 20 دقيقة، بتنزل الأكل اللي انهضم في المعدة. في هاي الحالة عصارة المرارة والبنكرياس بيشتغلوا، لازم تكون كويسة، وهي هذه الأكلات أو الشيء اللي شربناه والشربات حينشط المرارة وحينشط البنكرياس وحينشط الكبد وصير عملية الهضم أفضل. إذا صارت التقرحات في هذه الأمعاء الدقيقة بعد ما خرجت من المعدة، في هاي الحالة بنسميه مرض تقرحات الأمعاء الدقيقة، اللي هو شو بنسميه الكرونز. مرض كرونز هو مرض مناعي نفس المبدأ، بس بصيب الأمعاء الدقيقة، وهذا بيؤدي طبعا لتقرحات، لآلام حادة، غازات. بننزل لتحت شوي، بنيجي للصمام اللي بفصل الأمعاء الدقيقة عن الأمعاء الغليظة، وفي هاي الحالة إذا صارت التهابات الكولون بتبلش، أو الالتهابات المزمنة هاي من فتحة الشرج بعدين بتطلع. إذا زادت الالتهابات والمرض هذا في هاي الحالة على المستقيم، وبعد المستقيم بيروح على الكولون المستعرض، وبعدين بيروح على الكولون النازل، وكل ما انتشر في هالكولون في هاي الحالة نعتبر انه الحالة زادت اكتر شيء. والعنصر اللي بيحدد التشخيص نهائي اللي هو المنظار، فقط المنظار هو اللي بيبين كديش درجة الكولون التقرحي. ماشي، نرجع للعمليات العلاجية غير الأكل. طبعا أنا صار عندي تقرحات، إذا صار في عندي خشونة في هالعضلات تاعت الكولون، اللي هي ما تنسوا إنه جدران الكولون والجهاز الهضمي كله عضلات ملساء تتحرك طول الوقت بحركات لولبية حلزونية، مش بس ضغط، بتلف كمان، يعني التفاف مع ضغوطات لإتمام عملية الإخراج بشكل سريع، وعملية الهضم كمان، وعملية الامتصاص. فأنا ضروري إني أسرع من الحركة هذه ونشط عمل الأمعاء
وخفف من عملية انه البراز يضلوا موجود في داخل الكولون، لانه هذا حيزيد الغازات ويزيد الالتهابات اللي بدها جو مليء بغاز ثاني اكسيد الكربون. هذه البكتيريا السيئة اللي موجودة في جسمنا هذه بدها ثاني اكسيد كربون، الاكسجين بقتلها مش الغذاء لإلها. على اوكي، هلأ عشان اسرع من حركة الامعاء في هاي الحالة مطلوب مني المشي الصباحي والمشي المسائي. المشي هذه افضل رياضة واخف رياضة ممكن اعملها اللي انشط الدورة الدموية والجهاز اللمفاوي وارخيلي شوي الحوض تاعي، وما ننسى انه كل الكولون والمستقيم داخل الحوض، وهي العضلات الداخلية سواء بتاعت الحوض او الخارجية والجهاز اللمفاوي اللي هو كلنا متركز في المنطقة الباطنية، بدها حركة بدها اهتزازات، بدنا نفتح الشرايين هاي اللي جاي تحت البطن ونازلة على الرجلين، بدنا نخفف الانتفاخات الجهاز اللمفاوي في الرجلين وهذه السوائل. اذا بدنا نمشي، بدون مشي فيش حلول تانية. اللي ما بيقدر يمشي في هاي الحالة الحلول الثانية اللي هي ينام على ظهره ويرفع اجريه، ضروري جدا هاي الحركة، نوم على الظهر ارفع اجري على الواجهة، اعمل لي شوية حركات لمدة ربع ساعة ارفع اجري افتح لبرا انزل اجري لفوق لتحت لفوق لتحت، بس ما يعني ما بتتوقعوا كيف هاي العملية وكديش هاي الوضعية فقط وهاي الحركة 10 دقائق فترة صباحية 10 دقائق الفترة المسائية كديش حتعمل عملية تنشيط وتحريك لكل الدورة الدموية والجهاز اللمفاوي من الرجلين، حتمنع الانتفاخات، حتخفف من الاحتقانات في الكولون. عنا الكولون بيودي الدماء بشكل كبير على الكبد عن طريق الوريد البابي، هذا الوريد إذا صار فيه احتقانات في هالحالة انتو صار عندكم تليفات في الكبد والتهابات ان تخرط على الكبد، فلما ارفع اجري ونشط الدورة الدموية عن طريق عملية زيادة الدفع باتجاه معاكس في الاتجاه انه ينشط الوضع، هذا بيكون كويس كتير لتحريك الامعاء وتخفيف كل المشاكل الباطنية صدقوني، من غازات من صعوبة في الهضم من انتفاخات من امساك. طب ما هذه الطرق هي اللي حتسلك كل شيء، وانا رافع جري فوق وبدي فعالية افضل باجي للمنطقة الباطنية وبصير اعمل عليها ضغوطات مختلفة حسب حركة الكولون. هاي حركة الكولون، يعني انتو شايفين بالعكس بتيجي هاي فتحة الشرج من تحت لفوق كذا كذا، انا بصير فقط اعمل حركات معينة، حركات عجن، حركات ضغط مع تنفس، شهيق وزفير شهيق وزفير واضغط انتو هاي هذا هو الكولون، هذا هو المحتقن وهذا هو اللي بدنا تنشيط للدورة الدموية. طيب احنا بنعمل هاي الحركات في هاي الحالة عن جد هتفرق عنا في العلاج. فقلنا المشي ما بنقدرش، بنرفع اجرينا واحنا نايمين على ظهرنا، هذه اي واحد بيقدر يسويها، بلاش حجي ولا خالتي ولا عمتي تقول لي ما بقدر يا خالتي امشي، ماشي الحال بترفع اجريكي، ما قدرت ترفع اجريكي بوضعية قائمة على الواجهة مش مشكلة، حطي لك مخدات او حطي كرسي وارفعي اجريكي في هاي الوضعية. غير هيك تمارين العمود الفقري، وإن نحافظ على خشونة العمود الفقري ونعمل هاي الحركات وخصوصا للخلف، هذا أساسي لعمل تنشيط كامل لكل الجهاز الهضمي. تنشيط يعني عملية سحب، عملية ستريتش. طب أنا عندي جهاز هضمي بيتكون من 9 متر الطول تاعه، يعني بده يوصل من هون 9 متر لفتحة الشرج. ففي هاي الحالة أنا هاي التمارين للظهر والحركة وإني أرجع حالي لورا وأخفف من هالكرش اللي عندي والشحوم المتراكمة، هذا طبعا بسبب مشاكل كتيرة، مع وين هالسموم هذه اللي ممكن تؤدي لأمراض المناعية، وين بتروح وين بتهاجم الشحوم
وبتهاجم مناطق تجمع الشحوم سواء الخارجية أو الداخلية اللي بين الأمعاء وبين الكولون، وعامل خشونة في حركة الكولون لأنها الشحوم مش موجود فيها ميتوخوندريا، يعني مش بعيد شوي عن سيطرة الجهاز المناعي، وهي مكان لتخزين هذه السموم اللي بسبب تكاثرها بصير الجهاز المناعي يضرب في الخلايا الصديقة أو البكتيريا الجيدة مش البكتيريا السيئة. ماشي، عملنا مساج، رفعنا جرينا، عملنا حركات معينة، حركنا حالنا، عملنا سباحة كويسة كتير. طيب شو كمان؟ موضوع الإخراج موضوع يعني فائق الأهمية، اللي هي وضعية الإخراج يعني إخراج الفضلات. لازم يكون لواحد عنده مشاكل في الكولون يوميا، أنا ممكن أسوي الفترة الصباحية والفترة المسائية بعد ما أنا أخذ كل هالشربات والنظام الغذائي اللي حكينا لكم إياه، أنا مش حيكون عندي مشكلة في الإخراج. الإخراج أكتر شيء بيكون في الفترة الصباحية. الفترة الصباحية هي فترة تهيج للأعصاب وللجهاز الهضمي، يعني عشان هيك لازم نفرق في الفترة الصباحية. بيكون في وضعية القرفصاء، وضعية القرفصاء هي الوضعية الأمثل لإخراج كامل للفضلات، إخراج كامل. أنا ما بدي أخلي فضلات تظلها موجودة شهور داخل الكولون وداخل المستقيم، وجودها لفترة طويلة هذا بيؤدي لزيادة في التقرحات والالتهابات والاحتقانات. فأنا معني في وضعية تشلي كل شيء. إذن ما فيش عندي حمام أرضي، بجيب إشي أرفع إجريه، وهذه هي الوضعية الرئيسية، إني أبقى رافع راسي لفوق عشان أعمل عملية إطالة لها 9 متر من الأمعاء بشكل صح، واخد شهيق يعني أنشط الجهاز السمبثاوي الباراسمبثاوي اللي هو العصب الحائر اللي هو مسؤول عن الاسترخاء، وانه يسمح لي اني اخرج بدون الام او بدون يعني اضطرابات تشنجات. ففي هاي الحالة هاي الوضعية المناسبة، واخذ شهيق وارفع راسي وزفير، ما اضغط على حالي، اترك الامور بوضعها الطبيعي. عندي مشكلة بعد هاي الوضعية بفتح الحنفية شوية اللي اسمع هدير المي، هذا حيريحني وحيريح العصب الحائر وحيرخي الامور. 5 دقائق ما قدرتش اتحمل وما عملت، بقوم بتمشى بتحرك بعمل حركات بسيطة، بشرب شاي بنعنع، شاي بشجيري، شاي ميرامية، وبرد برجع، ما اظلني اكتر من 5 دقائق. وحرام تاخذوا التلفونات على الحمام وتقعدوا اكتر من 5 دقائق، ما نفعتش بتروحوا بتتخذوا الإجراءات الثانية وبترجعوا. هاي شغلة مهمة كتير، عملية إننا نخلص أول بأول من الفضلات. كمان عملية إني أشمس المنطقة الباطنية يوميا في الفترة الصباحية والفترة المسائية أو فترة حتى الظهيرة، للفترة أنا بحكي بس المنطقة الباطنية، أشمسها تحت أكشفها لأشعة الشمس بدون وضع أي دهون، بس أسمح للألترا فايلت والإنفراريد إنهم يدخلوا في داخل منطقة الكولون. هذا هيعمل تحفيز 10,000 للميتوخوندريا، هذه طاقة الشمس بتنزل على الميتوخوندريا اللي هي الفرن أو المصدر التحكم بالطاقة تاعت الجسم. كل خلية فيها ميتوخوندريا، من 1,000 ل 20,000 ميتوخوندريا فرن للحرك في كل خلية. خلايا القلب هم الخلايا اللي بيكون فيها 40% نسبة الأغشية العضلية تاعت عضلات القلب 40% ميتوخوندريا، يعني لأنه بدنا طاقة كاملة. بس التعرض لأشعة الشمس لحاله هيعمل عملية تحمية اختراق لهذه الأشعة سواء الألترافايلت أو الإنفراريد اللي هي حتنزل بشكل أعمق لحد 4-5-6 سنتي، ما هي اللي معها موجودة على عمق 1 سنتي إذا ما كان عندكم كرش وكانت 5-6 سنتي. على كل حتنزل تحت،
حتفعل الميتوخوندريا، حتعمل على إنتاج مواد ضد الأكسدة، ضد الأكسدة معمولة داخل الميتوخوندريا، هذه اللي بتحارب الشوارد الحرة. الشوارد الحرة اللي هي بتكون منتشرة مع عملية الأكسدة في داخل الخلية، في هاي الحالة أنا بمنع موانع الالتهابات هذه والأمراض، وبزيد من قوة الخلية وإعطائها للطاقة إنها تكافح وتتم عملية. أنا في حالة إعادة بناء، تسريع من إعادة البناء، إذا بدي الخلايا هذه تنقسم بشكل أسرع. والشمس جلسة مرة مرتين في اليوم، هذا حيساعد كتير في سرعة الالتئام، شفاء الجروح. أشعة الشمس طاقة تتحول لفيتامين دال ولكل هالسيروتونين وكل المواد المضادة للأكسدة داخل جسمنا، تتحول من أشعة شمس لطاقة علاجية استغلوها. غير هيك طبعا شرب المياه، ولما بدنا نشرب مياه نشرب مياه عادية بدرجة حرارة الغرفة، بنشرب مياه بنحط عليها شوية ليمون، بنحط مشروبات الأعشاب هذه كلها اللي بدنا نشربها، هذه مياه أفضل تنظيف وتنشيط لعملية بناء الكولون من أول وجديد اللي هي المية. فبدكم كل ساعة ساعة ونص كاسة مية، وتكون مية مصفية وكويسة. الشغلة الثانية كمان اللي حتساعد ولازم تسووها اللي هي دهن الزيوت على المنطقة الباطنية. الدهن بيتم عملية مساج باستخدام زيوت مختلفة، من أشهرها وأحسنها زيت النعناع، زيت البابونج، زيت الأوريغانو كويس، زيت السمسم، زيت الحب السوداء. الزيوت العطرية خيارات كتيرة وكلها كويسة إذا بنوضعها على المنطقة الباطنية، سواء لطفل سواء لكبير سواء لصغير. دائما عملية المساج وتحريك الأمعاء وتدخيل وترطيب المنطقة في هذه الزيوت المهدئة، كلها مهدئة. يعني إذا واحد عنده قولون عصبي ويدهن فيها الزيوت مباشرة بحس إنه أرتاح من الانقباضات الحادة، لأنه هذا بعطي نتيجة فعالة. فالمساج بهالزيوت العطرية ضروري لتنشيط الأمعاء وتخفيف حدة الأعراض وزيادة الالتئام. شو كمان في شغلات، يعني هذه الأمور الرئيسية اللي بتمنى إنها تساعدكم في فهمكم لهاي المشكلة وما تخربطوا بينها وبين المشاكل التانية والأعراض التانية. هذه هي التهاب الكولون التقرحي، هو مرض أكثر الاحتمالات مرض مناعي، يعني بدكم تتعاملوا معه كمرض مناعي. كيف تقوي المناعة وكيف تعالجوا الموضوع بخطوات بيتية اللي هي حتساعد كتير في عملية الشفاء والتعافي، بس بدها شوية التزام وكبت على حالنا بحمية جيدة لفترة شهر شهرين، والأمور أكيد إذا عملنا هاي الإجراءات حتتحسن. كديش حتتحسن وهل حتسبب شفاء تام كامل، هذا بإيد ربنا، بس أنتوا لازم تحاولوا لأنكم مش حتخسروا إذا عملتوا هاي التعليمات. وعن تجربة طبعا، وأنتوا جربتوا جزء منها لوحدها وشفتوا كديش فعاليتها، فما بتستاهل اني اشتغل على حالي، لانه اذا زبطت الجهاز الهضمي وشلت هالتقرحات انا راسي بيهدى، يعني بتروح عندي الدبريشن وبزيد الدوبامين وبزيد السيروتونين، لانه والمعادن هذه ما بصير في عندي لا فقر دم ولا نقص فيتامين B12 ولا بصير في عندي مشاكل صحية تانية سببها بالاساس عدم الهضم وعدم الامتصاص. مش انه احنا مش ناقصنا مواد غذائية، بس المشكلة لا بنهضم كويس ولا بناخد هالمواد. والمشكلة الثالثة اننا قاعدين نستنفذها عن طريق السكر او عن طريق السموم، هذه اللي بتاخد كل هالعناصر اللي بدنا اياها داخليا. يعني الموضوع كله بس بده شوية للعلاج والمساعدة في العلاج، شوية حركات بسيطة بيتية بتعملوها على راحتكم. شكرا لكم، تحياتي
دكتور محمود السوس، علاج طبيعي وتأهيل. سلامة. حاطين النظارة كمان من الشمس الأشعة، طبعا ما تتعرضوا بشكل مباشر لأشعة الشمس إلا في فترة الصباح الباكر. فترة الصباح الباكر بدون نظارة تفتحوا عينيكم وبتطلعوا لفوق وبتطلعوا على الشمس، يعني فترة الساعة 7-8 أو 6-7 أول ما تطلع الشمس، بس تطلعوا مباشرة في الشمس، مباشرة في الشمس لمدة 5 دقائق. ووقت الغروب، وقت الغروب نفس المبدأ، اطلعوا بس 5 دقائق مباشرة لأشعة الشمس، في أشعة الشمس. هذا لوحدها الغروب طبعا هيحفز من الميلاتونين وحتناموا أسرع وحينشط الدورة الدموية. إذا واحد خايف يغمض عينيه، يعني يسكر عينيه، بس يخلي اتجاه العينين لفوق كأنه بتطلع في الشمس، في هاي الحالة بضمن إنه الألترا فايلت اللي هي الأشعة فوق بنفسجية، لما نسكر عينينا حتنصد لبرا لأنه مش حيخترقها، بس اللي حيخترق العين في هاي الحالة الإنفراريد، والإنفراريد حيقوي خلايا العيون لأنه حيقوي الميتوخاندريا وحيضاعف من أعدادها، وفي هاي الحالة حيكون صحي كويس ويقوي عصب العين وحيعطيكم راحة كبيرة. شكرا لكم، سلامات.